بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن شوية مميزات وعيوب لموبايلين، وهما سامسونج جالاكسي A21 وسامسونج جالاكسي A12. ندخل في الموضوع على طول ونتكلم عن مميزات الـ A21 واللي الكاميرات بتاعته ممتازة، وبالأخص الكاميرا الخلفية. شاشة الموبايل فيها ثقب صغير للكاميرا الأمامية. الهاتف يدعم شريحتين وكارت ميموري في منفذ منفصل. عمر البطارية جيد جدا، وتأتي بسعة 5000 ملي أمبير، شحن سريع بقوة 15 واط. واجهة الهاتف تعمل بأحدث نظام تشغيل من جوجل وهو أندرويد 10، مع واجهة سامسونج الجديدة. منفذ الشحن من نوع تايب سي، تصميم جديد وجيد بألوان مختلفة تناسب جميع الأذواق. الموبايل نزل السوق في يونيو 2020. وزن الهاتف 192 جرام. مادة صنع الهاتف إطار بلاستيك، وظهر الهاتف بلاستيك. الموبايل يدعم شريحتين من الحجم الصغير. معالج الموبايل ثماني النواة من نوع سامسونج 850، معالج الرسوم مالي جي 52. الهاتف متوفر منه نسختين ال 64 جيجا ونسخة ال 128 جيجا، والنسختين بيجوا مع رامات 4 جيجا من نوع DDR4. حجم الشاشة 6.5 بوصة، دقة الشاشة 1600 × 720، وأبعاد الشاشة بتكون 20 × 9 مع 16 مليون لون، والهاتف متعدد اللمس. الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل و 8 ميجا بكسل زاوية واسعة، و 2 ميجا بكسل ماكرو زائد 2 ميجا بكسل إضافية. أما الكاميرا الأمامية بتكون 13 ميجا بكسل، وبتصور بجودة HDR، والفيديو بجودة 1080. نوع البطارية ليثيوم بوليمر 5000 ملي أمبير 15 واط، شحن سريع اللي بتعمل معاك مكالمات 54 ساعة، وممكن تشغل موسيقى 110 ساعة، ممكن تلعب ألعاب فيديو 21 ساعة. وطبعا البطارية غير قابلة للإزالة، والهاتف متوفر منه ألوان ممتازة للون الأسود والأبيض والأزرق والأحمر. نيجي بقى لعيوب الهاتف، طبعا لازم تعرفها قبل ما تعرف السعر، وبصراحة يؤسفني إني أقولك إن عيوب الهاتف ده كتير. وأولها جودة الشاشة الضعيفة وهي HD بدلا من Full HD. الشاشة سيئة للغاية، ذات جودة سيئة وزوايا رؤية سيئة، من الصعب جدا التعامل مع الشاشة تحت أشعة الشمس. الشاشة تدعم فقط حتى خمس أصابع، يعني على عكس الهواتف المتعددة اللمس إلى 10 أصابع. حواف الشاشة كبيرة ومزعجة نوعا ما، خصوصا الحافة السفلية للهاتف. إطار وظهر الهاتف من البلاستيك. المعالج يعطي تجربة جيدة ولكنها ليس الأفضل مقارنة بالمنافسين. الموبايل لا يحتوي على لمبة إشعارات، وتعمل الكاميرا الأمامية كمستشعر إضاءة، وذلك ما يتسبب في استهلاك زائد للبطارية. ما فيهوش اي لمبة اشارات، وكمان السماعات الخارجية مش بتدي اداء، يعني ممكن تعتبرها متوسطة. اما السعر فبيكون 2700 جنيه لنسخة ال 64 جيجا، و 3200 جنيه لنسخة ال 128 جيجا. نيجي بقى للجالاكسي A12، واللي موجود فيه اربع كاميرات خلفية جيدة ممتازة بالنسبة للسعر المنخفض. بطارية الهاتف ضخمة وبتكون بحجم 5000 ملي أمبير، يعني استخدام يوم كامل بدون انقطاع. بصمة الموبايل بتكون في زرار التشغيل في الجنب، وفي مكان للكارت الميموري. الموبايل نزل السوق في ديسمبر 2020، ونظام التشغيل أندرويد 10. وزن الموبايل 205 جرام، ومادة الصنع الإطار بلاستيك، والظهر كمان بلاستيك، ودي ميزة مش كويسة في سامسونج. الموبايل فيه شريحتين من الحجم الصغير، والمعالج ثماني النواة من نوع ميديا تك. الهاتف متوفر منه نسختين، نسخة ال 64 جيجا ونسخة ال 128 جيجا، والنسختين بيجوا مع رامات 4 جيجا
من نوع DDR4، حجم الشاشة 6.5 بوصة، دقة الشاشة 1600x720، وأبعاد الشاشة 20:9 مع 16 مليون لون. الهاتف متعدد اللمس، الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل زائد 5 ميجا بكسل زاوية واسعة و 2 ميجا بكسل ميكرو زائد 2 ميجا بكسل إضافية. أما الكاميرا الأمامية بتكون 8 ميجا بكسل وبتصور بجودة HDR. نوع البطارية ليثيوم بوليمر 5000 ملي أمبير، 15 واط شحن سريع، وطبعا البطارية غير قابلة للإزالة. الهاتف متوفر منه اللون الأبيض والأسود والأزرق. عيوب الموبايل: شاشة سيئة ومفيهوش مستشعر تقارب، والمعالج أداؤه غير مرضي تماما. حجم الهاتف كبير وصعب التحكم فيه بإيد واحدة. وأيضا من العيوب عدم وجود مستشعر الحركة وتصميم الجهاز بلاستيك. وأخيرا سعر الهاتف بيكون 2500 جنيه لنسخة ال 64 جيجا، أما نسخة ال 128 جيجا بتكون 2700 جنيه.